أم فارس من القاهرة، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. سامحتي، عاوزة أسأل بس الدكتور. اتفضلي. أنا كنت تعبت، يعني جالي دور التعب جامد قوي على الكلى، ورحت عملت أشعة سونار، طلع الدكتور قال لي ده فيه أملاح كتير قوي على الكلى. فاخدت البرشام اللي هو الزيت، مش عايزة أذكر اسمه، والفوار باخده على طول. بس برضو دايما بيكرر معايا دور الأملاح، ودايما ريقي ناشف، دايما ما بستحملش اي حاجه حادقه اصلا. فعايزه هو بس يقولي على اي حاجه، حاضر، انها تقضي على الاملاح اللي عندي. ربنا يشفيكي ويعافيكي. حاضر حاضر، شكرا. ارجع للسؤال الاولاني بتاع الاخت، موضوع الحساسيه. مفيش حل غير ان انا الماده اللي انا حساس منها ان انا اتجنبها. ده يعتبر الحل الوحيد بتاعها. وكلمة حساسية لازم أقول إن أنا عندي حساسية من، لازم أكمل الجملة، ما ينفعش أقول إن عندي حساسية وأسكت، لازم حساس من. شرط وجود الحساسية من هو شرط متلازم مع البني آدم طول حياته. يعني ما ينفعش أقول إن أنا طول عمري باكل الموز والنهاردة جالي حساسية من الموز، ما ينفعش. أيوة. وهكذا. أيوة. فلو الحالة مستوفية إن أنا المانجا أو الموز أو اللبن بيعملوا لي حساسية، يبقى أنا لا سبيل إلى إن أنا أتجنبهم. ده الحل يعتبر الأساسي. سؤال الأخت الحالي اللي هو موضوع الكلى والأملاح، عايزين نقول هنرجع برضو الموضوع المية. العلاج الأول هو المية على قد ما نقدر. العلاج الثاني، ما نوع الملح؟ عندنا أملاح البول أربع أنواع. على ضوء نوع الملح هو بيتحدد نوع الأكل اللي أنا يمكن أتجنبه، يعني اللي هو بتحليلها، يعني بالضبط التحليل بيبقى يبان في البول. تحليل البول بيبان النوع الكريستالز، إيه الأملاح نوعها إيه. وعادة هقول بوجه عام، أكتر نوعين مشهورين وعندنا في مصر هم أملاح اليوريت اللي هي اليوريك أسيد اللي هو اللي بتعمل نقرس مع الوقت، ودي بنقول على قد ما نقدر نبعد عن العيش السن، نبعد عن الحمام، نبعد عن السلمون والسردين والأنشوجة، نبعد عن الكبدة، الكلاوي، القلب، الأعضاء الحيوانية الداخلية، دول لازم نبعد عنهم تماما. اللحوم والبقول والدواجن والبسلة والسبانخ والأرنبيط نخف منهم شوية، الباقي ممكن ناكله. إنما أساسي المية هي العلاج. نيجي لنوع الملح التاني الأكثر شهرة ورواجا، هو أملاح أوكسالات الكالسيوم. وأملاح الأوكسالات الكالسيوم عادة اللي هي بيقولوا للناس ابعدوا عن الطماطم والفراولة والجرجير والكلام دوت، ده اللي بيبقى مشكلة الأوكسالات. أنا بكمل عليهم لأن مش معروف لدى الجميع. الشوكولاتة والكاكاو مهم جدا ان انا ابعد عن الحاجات دي لانها مليانه اوكسالات. عشان كده بنقول لو عندها هي نوع الملح اللي عندها املاح الاوكسالات، يبقى لا مانجا ولا جوافه ولا فراوله، ممكن اخد الحاجات دي، بس زي ما بيقولوا هقل من النادر واوفي. وبتشرب ميه بالظبط، الشويه اللي انا هاخدهم اشرب وراهم على قد زي ما بنقول فنطاز ميه عشان الحق ادوب.